قبل نهاية اللقاء الحقيقة في الأخوة في الاستوديو بيأكدوا علي تقديم أغنية عن السودان وطنية كنت بتدندن فيها أثناء البروفا، ولحنها جميل الحقيقة. شكرا جزيلا. ما في معنى، ممكن نختم بها البرنامج بعد أيوة. إذنك؟ أيوة ما في معنى. كلمات مين هاي الأغنية الوطنية؟ كلمات محمد الفيتوري أيضا. نعم أيوة. أيوة. نعم وشاعر عظيم نعم. يعني كبير جدا. أبدا أبدا ما هنت يا سوداننا يوما علينا، بالذي أصبح شمسا في يدينا، وغناء عاطرا تعدو به الريح، فتختال الهوينا يا بلادي من كل قلب، يا بلادي من كل قلب، يا بلادي كل قلب يا أصبح الصبح ولا السجن ولا السجن ولا السجار باقي، أصبح الصبح ولا السجن ولا السجن ولا السجار باقي، وإذا الفجر جناحاني يرفان علي، والذي شد وثاق الوثاق، والذي بعثرنا بعثرنا في كل وادي، فرحة نابعة من كل قلب يا بلادي، من كل قلب يا بلادي، كل قلب يا الصبح وها نحن مع النور التقينا، أصبح الصبح وها نحن مع النور التقينا، التقى جيل البطولات بجيل التضحيات، التقى جيل البطولات بجيل التضحيات، التقى كل شهيد قهر الظلم ومات، بشهيد لم يزل يبذر في الأرض بذور الذكريات، أبدا ما هنت يا سوداننا يوما علينا، بالذي أصبح شمسا في يدينا وغناء عاطرا تعدو به الريح، فتختال الهوينا يا بلادي كل قلب، يا بلادي كل قلب، يا بلادي كل قلب، يا أصبح الصبح فلا السن فلا السن ولا السجان باقي، أصبح الصبح فلا السن فلا السن.
رائع رائع جدا، يعطيك العافية، كله متكامل، اللحن والكلام والأداء. شكرا في نهاية هذه الحلقة ونهاية هذه السهرة للفنان السوداني العربي الكبير محمد وردي الذي أسعدنا هذه الليلة. شكرا لك. شكرا جزيلا. شكرا. وشكرا لكم أعزائي المشاهدين، وتصبحون على